بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز المحطات. اكتشافات أثرية في موقع شرق جبل المضمار بولاية أدم تعود إلى أكثر من 2600 عام. دار بيت الغشام بولاية وادي المعاول يدشن أولى أنشطته الثقافية. وفي المحطات أيضا معرض للكتاب بعدن لتشجيع الشباب على القراءة والتعلم ونشر المعرفة. أهلا بكم. اكتشافات أثرية جديدة في موقع أثري شرق جبل المضمار بولاية أدم بمحافظة الداخلية تعود إلى 2600 عام. أعلنت وزارة التراث والثقافة أن الاكتشافات عبارة عن مجمع من 4 مباني معزولة في الصحراء شيدت على حافة جبل المضمار ويطل على طريق وادي حلفين. وتعود المقتنيات الأثرية مشاهدين التي تم العثور عليها كنانتين تحتويان على مجموعة أسهم متوسطة الحجم، والتي يعتقد أنها كانت تستخدم في مناسبات طقوسية واجتماعية وللزينة. تم ترميمها مؤخرا وهي من المقتنيات التي ستعرض في المتحف الوطني من بين المقتنيات النادرة. يذكر أن عمليات التنقيب في هذا المجمع بدأت العام الماضي. بمشاركة 17 فنانا تشكيليا من مختلف دول العالم دشن بيت الغشام بولاية وادي المعاول أولى أنشطته الثقافية بعد إعادة تحسينه وتطويره بما يحافظ على طابعه المعماري ومتطلبات العصر الحديث. الفنانون المشاركون أكدوا أن رسالتهم من خلال ما عبرت عنه لوحاتهم عنوانها السلام من أرض السلام. بيت الغشام بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة بحلته الجديدة بعد أعمال التحسين والتطوير، والذي احتفل بتدشين أولى فعالياته الثقافية تحت رعاية سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى عبر افتتاح ملتقى متحف بيت الغشام الدولي للفنون. هذا ملتقى للمثقفين، للرسامين، للمبدعين بكل أطيافهم، بحيث لا ينحصر دور الموقع كمتحف، لا يحصر في أنه متحف وتحف، ولكن هو عبارة عن نشاط ثقافي متكامل يسعى لجمع الناس المهتمين بالجانب الثقافي والتاريخي والتراثي. 18 فنانا تشكيليا من داخل وخارج السلطنة جمعتهم ردهات هذا البيت في أولى فعالياته الثقافية، أطلقوا العنان لخلجات أفئدتهم وحلقوا بخيالاتهم في عوالم الإبداع الفني، مازجين ألوان المحبة والسلام عبر ريشتهم التي تتعدى الحدود مخترقة الوجدان. أهميته بتأتي أولا تبادل الثقافات، ليس ذلك فقط ولكن أيضا تبادل الخبرات ما بين الفنانين، لأن الفنانين جايين من أقطار مختلفة بحضارات مختلفة بعادات وتقاليد مختلفة محملين بخبراتهم على مر السنين. إحنا بنشتغل مع بعض، بنشوف شغل بعض، بنشوف تقنيات بعض، وبالتالي بيحصل نوع من التبادل هذه الخبرات. فضاءات ومساحات رحبة لهؤلاء الفنانين وهم يترجمون مختلف المدارس الفنية التي ستتزين بها مختلف زوايا هذا البيت بلوحاتهم الفنية، والتي ستكون متاحة أمام الزوار في مختلف المناسبات الثقافية القادمة. رسالة فنية مشتركة واحدة سيبعثها هؤلاء الفنانون المشاركون، وهو أن السلام سينطلق من أرض السلام، ولكن من خلال ريشة الفنان عبد الله بن عامر الويهي من بيت الغشام بولاية وادي المعاول محافظة جنوب الباطنة. أكثر من 100 خيل تمثل أندية ولجان الفروسية بمختلف محافظات السلطنة شاركت في مهرجان صحار لرياضة الخيل التقليدية الذي نظمه الاتحاد العماني للفروسية بالتعاون مع لجنة صحار للفروسية. المهرجان مشاهدين اشتمل على تقديم مجموعة من اللوحات التراثية ومهارات التعامل مع الخيل في صورة تعكس مدى الاهتمام الرسمي والشعبي إلى أنشطة الفروسية بالسلطنة. بين الفارس وفرسه علاقة وطيدة منذ القدم، هذه العلاقة تتجسد اليوم في مختلف أنشطة الفروسية
التي تنم عن الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا الموروث الأصيل. هذا موروث شعبي ورثينا من أجدادنا، والحمد لله رب العالمين. نتمنى الشباب يعني يدخلوا في المجال الفروسية، مجال طيب. مهرجان صحار جاء ليجسد جانبا من الاهتمام بالخيل وتنمية مهارات الفرسان بمشاركة ما يصل إلى 100 خيل من مختلف محافظات السلطنة. هذه المهرجانات وهذه الرياضات نشجع الشباب عليها حتى أنهم يتجهوا إلى هذا الموروث الحقيقة القيم، وهذا الموروث اللي هو موروث الآباء والأجداد. فنون ومهارات عدة قدمها الفرسان على ظهور الجياد كفن الهمبل وتحريب الخيل ومهارة الوقوف أثناء الركض والتقاط الأوتاد وتنويم الخيل، فضلا عن استعراض جمال الخيل العربية الأصيلة. أنا شاركت في هذا الميدان كأصغر فارس وركوب الخيل والوقوف على الخيل. اللوحة الختامية للمهرجان جاءت بتقديم فن العازي وتكريم بعض الفرسان كأكبر وأصغر فارس مشارك. إذن هكذا استطاع مهرجان صحار أن يقدم جانبا من جمال الخيل ومهارة الفرسان. من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. ومن عمان إلى اليمن، حيث تتواصل في مدينة عدن فعاليات بسطة كتب، وهو معرض كتاب مصغر يقيمه نشطاء وناشطات شباب وطلاب جامعيون يستمر 3 أيام. المعرض الذي اختار المنظمون إقامته بجانب واحد من أهم المعالم التاريخية اليمنية وهو منارة عدن، يهدف إلى تشجيع الشباب على القراءة والتعلم ونشر المعرفة والإيمان بالقدرة على تجاوز المعيقات والصعاب التي خلفتها الحرب. ويعد هذا المعرض باكورة مشروعات ثقافية يقيمها نشطاء في مدينة عدن ينتمون لمجموعة يطلقون عليها عدن تقرأ، والتي تأسست عقب انتهاء الحرب وباتت عدن العاصمة السياسية المؤقتة لليمن. استمتع الفلسطينيون في قطاع غزة بأول أمسية يقضونها في دار للعرض السينمائي منذ أن قادت التوترات السياسية إلى حرق دور العرض السينمائي قبل 20 عاما، ولا تزال ملصقات باهتة لأفلام سينمائية بعضها باللغة العبرية تعود إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي للقطاع معلقة على جدران عليها آثار حروق في مقر أحد أكبر دور العرض السينمائي في غزة، إلى جانب تحطم زجاج دار السينما منذ زمن. وتم خلال افتتاح الدار عرض أول فيلم سينمائي فلسطيني، والذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية وسبل علاجها، حيث تم تصويره خارج الأراضي الفلسطينية ولاقى إقبالا كبيرا. مشاهدينا، أخبار الثقافة مستمرة وفيها المزيد بعد هذه الوقفة. إطلاق نسخة عربية من برنامج ساتردي نايت لايف الكوميدي الأمريكي. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الثقافية، حيث وصل البرنامج الكوميدي الأمريكي الشهير ساتردي نايت لايف إلى الشرق الأوسط بنسخة جديدة جرى إنتاجها خصيصا للمنطقة باللغة العربية. أخيرا وصل البرنامج الكوميدي الأمريكي الشهير ساتردي نايت لايف إلى الشرق الأوسط بنسخة جديدة جرى إنتاجها خصيصا للمنطقة باللغة العربية. طارق الجنيني مؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لشركة تي فيجن التي تنتج البرنامج العربي.
عملنا معاهم كونتاكت يمكن مرة سنة 2007 ومرة سنة 2009 ومرة سنة 2011. ما كانوش هما بيعملوا فرانشايز، كانوا شغالين جوه بس وما بيعملوش، لغاية لما جم OSN في 2014 قالوا لي على عايزين نعمل SNL. فقلت لهم ما دي حاجة طول عمري عايز اعملها بس ما فيش مجال ليها، يعني هما ما بيعملوش فرانشايز. قالوا لي لا، هما فتحوا الفرانشايز دلوقتي وراحوا عملوا واحد في ايطاليا وعملوا واحد في كوريا وكده. فقلت لهم I would love to يعني. ومن هنا ابتدت البروسس بان احنا نبتدي نحضر له ونشتغل عليه لغاية هما ابتدينا الحمد لله. وعلى مدى أكثر من 40 عاما يدخل ذلك البرنامج السعادة على قلوب الجمهور في أمريكا الشمالية ببصمته الذكية وضيوفه من الممثلين والموسيقيين والكوميديين الذين يتطلعون بدورهم إلى مشاهدي البرنامج الإسبوعي الذي يقدر عددهم بالملايين مساء كل يوم سبت. وفي القاهرة تتكفل مجموعة من الموهوبين بتجهيز البرنامج وصبغه بنكهة عربية مميزة. واستغرق إنجاز البرنامج 2 عامين كاملين وعدة رحلات للولايات المتحدة لإعداد النسخة العربية من الكاتب وعضو طاقم التمثيل في البرنامج شادي ألفونس. احنا ماشيين على البايبل بتاع ساتردي نايت لايف بالفورمات كما هو، ما غيرناش اي حاجة في الفورمات، بس الكونتنت وافكار السكتشات والجوكس بتاعتنا لازم تكون قريبه للجمهور العربي بشكل عام يعني. ونحاول برضه دي حاجه تانية، ان احنا من القاهره، ساعات نايت لايف من القاهره، بس احنا العالم العربي كله بيتفرج علينا يعني، نتمنى ذلك يعني. فبرضه حاجه صعبه في البرنامج ده انك الافكار والجوكس بتاعتك تبقى ريجن وايد. والاختلاف الوحيد بين النسخة الأصلية من ساتردي نايت لايف ونسخته العربية هو أن الأصلية تبث على الهواء مباشرة، بينما تسجل العربية وتذاع لاحقا. ويمكن للجمهور العربي مشاهدة النسخة العربية من برنامج SNL الكوميدي الأمريكي الشهير حاليا على قناة تبث للمشتركين فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن كان سيتاح بث البرنامج قريبا على قناة مفتوحة مجانا. برزت في الفترة الأخيرة تجربة موسيقية في لبنان تحاول نشر بصيص أمل وتفاؤل عبر جمعها خبرة المؤلف والملحن الموسيقي وعازف العود اللبناني شربل روحانا وعدد كبير من الموسيقيين من 19 دولة عربية وغربية. وبدأت فرقة الجاز التابعة للمعهد العالي للموسيقى في لبنان أخيرا تقديم حفلات من أجل نشر ثقافة السلام بمشاركة عازف العود شربل روحانا وموسيقيين تركز عملهم في السنوات الأخيرة على تجارب في موسيقى الجاز، وقرروا إدخال نوع جديد من الموسيقى إلى الساحة الفنية اللبنانية يمزج بين الشرق والغرب. وتقوم الفرقة بإعادة توزيع بعض من أغاني روحانا بشكل يتناسب مع مبدأ فرقة الجاز الكبيرة أو ما يعرف بالبيج باند، وكذلك بتلحين نصوص جديدة اختارها روحانا من الشعر العربي. لوحة صينية كانت حطمت رقما قياسيا عالميا بالنسبة للوحة الصينية الحديثة التي تباع في مزاد أجري قبل نحو 30 عاما. اللوحة مشاهدين يطلق عليها زهرة خوخ الربيع، رسمها الرسام الصيني تشانغ داكيان قبل وفاته عام 1983، وسجلت رقما قياسيا عندما بيعت آنذاك بمبلغ 240 ألف دولار. لوحة صينية كانت قد حطمت رقما قياسيا عالميا بالنسبة للوحة صينية حديثة في مزاد أجري قبل نحو 30 عاما، من المقدر أن تباع فيما يتراوح بين 6 إلى أكثر من 8 ملايين دولار خلال مزاد سيعقد عليها في مدينة هونغ كونغ خلال موسم الربيع المقبل. اللوحة الصينية يطلق عليها زهرة خوخ الربيع، ورسمها الرسام الصيني تشانغ داكيان قبل وفاته في عام 1983، وهي لوحة مطوية تمتد بطول أكثر من 2 متر، وكانت قد سجلت رقما قياسيا في عام 1987 عندما بيعت آنذاك بمبلغ 240 ألف دولار. تشيونغ تشيوكوان رئيس قسم اللوحات الصينية لدى سوتبيز: حطمت اللوحة رقما قياسيا عالميا عندما بيعت في عام 1987،
ولم يشتريها شخص صيني، بل اشتراها جامع للفنون من أمريكا الشمالية. وانتقل الرسام الصيني من الولايات المتحدة إلى تايوان بعد أكثر من عقدين قضاهما خارج وطنه، وشرع في بناء منزل في الريف الهادئ على أطراف مدينة تايبي. ولكن بعد اكتمال البناء أصبح الموقع الذي آثره تشانغ لتشييد بيت مزدحما وأفسد عليه السلام والسكينة اللذان كان يأمل فيهما حسبما أفاد تشيونغ. وخط تشانغ على اللوحة شعرا يعكس حالة الخسارة التي كان يشعر بها، حيث قال في آخر سطر فيه: زهرة خوخ الربيع على الأرض ما هي إلا شائعة كاذبة، تغير المشهد والبيئة، هل كان الناس الذين تحدثوا ذات مرة عن الجنة على الأرض مخطئين؟ افتتح في مدينة نيودلهي الهندية مهرجان ضخم للموسيقى والرقص وسط انتقادات من المخاطر المحتملة على السلامة بسبب مسرحه الشاسع. وعلى أكبر مسرح في العالم من حيث المساحة تحدت حشود ضخمة الأمطار الغزيرة لحضور افتتاح المهرجان، وعبروا الجسور العائمة التي أقامها الجيش في نهر يمونا الرئيسي في دلهي لحضور مهرجان الثقافة العالمي الذي يشارك فيه نحو 35 ألف راقص وموسيقي يؤدون عروضهم أمام جماهير يتوقع أن تصل أعدادها إلى الملايين على مدى 3 أيام. دائما ما تنجح الصور في نقل وتوثيق كل ما يدور حولنا من أحداث، ولكن هذه المسابقة فريدة من نوعها لأنها ترصد تفاصيل الظواهر والعمليات العلمية التي شاركت فيها أفضل الصور العلمية المتطورة. الصحف العالمية نشرت تقريرا خاصا بقائمة الصور المرشحة لجوائز التصوير الفوتوغرافي العلمية أو ما يسمى بجوائز ويلكم إيميج التي ضمت 20 صورة علمية تم اختيارها بين مئات الصور المقدمة استعدادا لإعلان الفائز بالمسابقة يوم 15 من شهر مارس الجاري. ومن هذه الصور مشاهدين صورة ثلاثية الأبعاد للوضع من داخل العين البشرية، حيث أظهرت العين وكأنها أنفاق تحمل الدم إلى العين لمساعدتها على العمل بشكل صحيح، وصورة لوضع طفل حديث الولادة تحت إضاءة الأشعة البنفسجية، وصورة لفراشة ذيل المعطف والمعروفة بأنها واحدة من أجمل الفراشات في أمريكا. مشاهدينا قبل الختام هنا تذكير بالعناوين: اكتشافات أثرية في موقع شرق جبل المضمار بولاية أدم تعود إلى أكثر من 2600 عام. دار بيت الغشام بولاية وادي المعاول يدشن أولى أنشطته الثقافية. وفي الجولة تابعتم أيضا معرض للكتاب بعدن لتشجيع الشباب على القراءة والتعلم ونشر المعرفة. مشاهدينا طبتم وطيب الله أوقاتكم في أمان الله.